السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل فكرت يوما إلى أين أنت متجه؟ ما الذي تريد تحقيقه في المستقبل؟ كيف ستحقق ما تريده؟ إن هذه الأسئلة والإجابة عليها تعد مهارة أساسية من مهارات الحياة، ألا وهي التخطيط، ذلك النشاط الذي يساعدك على الانتقال من وضعك الحالي إلى ما تطمح إليه. وأولى خطوات التخطيط الشخصي هو أن تتعرف على نفسك، ثم أن تتعرف على قيمك التي تحركك في الحياة. ولكي تدور عجلة حياتك بشكل سهل، ابحث عن التوازنات في المجالات التالية: الروحي، العقلي، الصحي، الاجتماعي، وكذلك الهوايات. وفي كل مجال تعرف على أدوارك. مثلا في المجال الاجتماعي، هل أنت ابن أم زوج أم صديق أم جار إلى آخره؟ وفي كل دور من أدوار حياتك قم بتحديد هدف تريد تحقيقه. مثلا هدف تريد تحقيقه كزوج، وهدف آخر تريد تحقيقه كصديق، وهكذا. وتأكد دائما أن الهدف الذي تسعى إليه واضح، قابل للقياس، طموح، واقعي وعملي. مثال على هدف واضح ومحدد: في مساء كل يوم جمعة سأقوم بزيارة والدتي. وبعد وضع الهدف، حدد ما هو وضعك الحالي بالنسبة لهذا الهدف: نقاط القوة والضعف، الفرص المتاحة، والعوائق المتوقعة. وعمل على تحويل هذه الأهداف إلى إجراءات يومية. ضع أجندة يومية بما يجب عليك القيام به في كل يوم، وضف كل وسائل التعلم بما يخدم أهدافك: دورات تدريبية، كتب، فيديوهات تعليمية وغيرها. ومؤكد جدا أنه ستواجهك صعوبات وعقبات، لكن لا تجعلها تثنيك عن أهدافك. قم بمراجعة مستمرة لأهدافك وعدل خططك حسب المستجدات. وأخيرا، لا تنسى الدعاء والتضرع إلى الخالق سبحانه أن يوفقك فيما تصبو إليه. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً.